مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أجريت قرعة مسابقتي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكأس سمو ولي العهد حفظه الله، وذلك في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أقيمت مراسم قرعة مسابقتي كأس سمو أمير البلاد وكأس سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما للموسم الرياضي 2019-2020 بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح ورئيس لجنة المسابقات فهد الهمنان ومدير اللجنة الدكتور حامد الشيباني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. اليوم تشرفنا بإجراء قرعة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى وقرعة أيضا سيدي سمو ولي العهد للموسم 2019-2020 بإذن الله. نتمنى للجميع التوفيق في هذه البطولتين الأقلى بالنسبة لنا، وأنا أعتقد الكل فائز في هذه البطولة كونهم قاعد يشاركون في بطولة كأس حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد. كل الشكر لجميع الأندية اللي حضرت ونتمنى لهم التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله تمت القرعة في رضا من الجميع والإشادة من الأندية كلها، اللهم لك الحمد. طبعا ولي العهد تكون من مجموعتين من ثمان فرق برأسها على رأسها النادي الكويت، والمجموعة الثانية تكون عليها نادي القادسية، بما أن نادي الكويت هو بطل البطولة والقادسية يكون ثاني الدوري. والحمد لله تمت القرعة عليها وطلعت الفرق في المجموعة. كأس الأمير يكون نادي الكويت باي بما أنه هو بطل البطولة. والله شوف، بداية أحب أعزي الأسرة الرياضية ونادي خيطان على اللاعب الفغيد، والله يتقبل إن شاء الله ويرحمه إن شاء الله يا رب العالمين. بالنسبة للقرعة أكلمك كنادي قادسية، نعتبر كل الفرق فرق منافسة، ما في فريق ضعيف ولا في فريق قوي، قد يكون في اختلاف في بعض المستويات لكن كل الفرق تعتبر منافسة. وإذا أنت تبي البطولة لازم تعطي كل مباراة حقها والجدية فيها والإخلاص، فما راح ننظر أن في فريق ضعيف ولا فريق صغير، لا احنا راح نلعب كل مباراة بجدية وبقوة، بحيث أن إذا أنت تبي بطولة لازم تأخذ كل مباراة الفوز. وجانبت قرعة بطولة كأس سمو الأمير عدم مشاركة الكويت في الدور الأول بعد حصول على لقب الموسم الماضي، فيما ستكون هناك قرعة في الدور الربع النهائي وكذلك في الدور النصف النهائي، ويلتقي في الدور الأول صليبخات مع الجهراء وخيطان مع برقان والتضامن مع العربي وكاظمة مع النصر واليرموك مع الشباب والساحل مع القادسية وفحيحيل مع السالمية، فيما ستقام مسابقة كأس سمو ولي العهد بنظام المجموعتين، وأسفرت عن ترأس القادسية المجموعة الأولى حيث سيلتقي مع العربي في الدور التمهيدي، وفي باقي مباريات المجموعة سيلتقي برقان مع كاظمة والجهراء مع صليبخات والشباب مع النصر، وترأس الكويت المجموعة الثانية ولن يشارك في الدور التمهيدي لحصول على اللقب في الموسم الماضي. وأسفرت باقي مباريات المجموعة عن مواجهة التضامن مع اليرموك والساحل مع خيطان وفحيحيل مع السالمية. ورحب الشيخ أحمد اليوسف بالحضور وقال أن الاتحاد يعمل لخدمة ومصلحة جميع الأندية 15، متمنيا التوفيق لجميع الفرق في البطولتين. لقناة كويت سبورت سالم سلمان.